الناس ما عندهمش الماء وهما كيقول لهم صبروا معنا. الوالي ديال تيرت كيقول ليه كل شيء معكم، الحكومه المحليه والمركزيه برئاسه تبون، واخا ما كيبش تجني الحلول. وما عندنا حتى شي واحد كيداب على هاد المدينه، وما عندناش عباد الله. كل الساكنه ديال اسفي، وكنعاود نقول لكم اولاد اسفي، وراه هادو هما الرجال اللي كيشربوا الماء خالص، وراه هادو هما الساكنه اللي كتشرب الماء خالص. ودابا تقتلنا عباد الله، والساكنه راه ما تقتلنا، هذا راه ما كتعتبر لا ساكنه لا مواطن، هي كتخدم على البراني. شبيتي تعطيك انت؟ واش الحبار الشوارد كلهم كنحبرهم الاراضيس؟ كوكب كوكب بالخصوص كوكب كيدوا على الفلوس الثروات، شكون يتعزم معاهم؟ الاراضيس كتمس الدم، الاراضيس كتمس الدم، المشي واحد ينجح الله. يقول في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد لا في الماء ولا في الهواء هو بفعل فاعل. وكنا نشوف أن مدينة آسفي تعرضت لمعامرة في استنزاف مياهها، وفي نقل محطة تصفية إلى جوار المركب ديال الفوسفات، رغم ان اسفي تعاني منه الويلات من سنين من امراض وسرطانات وتلوثات وامراض فيروسيه كبديه. واهل اسفي واعيين وفاهمين وتعرفوا، ولكنهم صبورين وناس يحترمون انفسهم ويحترمون قوانينهم. فالمرجو ان المسيرين ديالها، المنتخبين ديالها، والمسؤولين ديالها، والمسؤول على هذه الكارثه اللي يعني قروا الناس باش ينفع بلاده، ماشي باش يخطط تخصيص فاسد. ولو كان في بلد اخر لعرض للمحاكمه انها تشري ماء معبأ بالشرب، والقدره الشرائيه جد ضعيفه عند المواطن المسفيوي. مواطن المسفيوي ما بقاش كيقدر يشري شي حاجه حتى كيشري الماء. فالمرجو ان الناس المسؤولين الحاجه دي مع الميه ديال البراد، الميه ديال البراد. سؤال كيف ما قال السيده اللي قبل مني، سؤال واشيه، اين هو مصدر الماء لمدينه اسفي؟ فين عين تكابروت؟ فين هو البراج؟ راه مدينه اسفي في القرن 16 كانت كتشرب ماء نظيف وطاهر، وصوار الشعبه راه هي خطرات للمياه. كيفاش يولي اسفي يشرب من القمامه ديال مساقط لوسيبي؟ كيف ذلك؟ كيف يعقل ذلك؟ لا يعقل ان المواطن يقدر يسكت على كل شيء الا الماء. راه الا الماء راه بغينا حنا واحد المجموعه نسائيه اللي عانت اكثريه في العيد، عانينا. لا يعقل في اليوم العيد الكبير الناس كتعاني تقلب على الماء ولا تتقلب على زربان. شوفوا وليدي، هاد المدينه ما كتستحقش هاد الشيء اللي داروا فيها. حنا دابا كي قالت الحاجه الاخت سمحنا في كل شيء، شمينا الهواء الملوث، شمينا الازبال، تهميش من جميع النواحي، وهذا الشيء كامل حطيناه على طرف وما هضرنا وما تكلمنا ما والو. ولكن فاش يمسونا في واحد الماده حيويه هذاك هو لا يعقل، لا يعقل انهم يوصلوا لدرجه انهم يعطونا الماء متلوث. انا بغيت غير نقول لهاد الناس اللي كيعطونا هاد الماء نتحداهم شي واحد يجي يشرب الماء، يجيب وليداته ويجي يشربهم. يا مسؤول العمالة، يا مسؤول العمالة، يا
عجبتك هذه الحالة؟ واش عجبتك هذه الحالة؟ مباركة مننا، مباركة مننا، مباركة مننا. نضالية مختلفة وتصعيدية، حتى أنه ساكنة سياسة الماء خارج الشرطة. اليوم هاد الناس المسؤولين في المدينة راه ما كيعقلوش على المواطن، لأنهم ما صرفوش معانا الماء، وما عمرهم صرفوا معانا الماء. حتى في البراج اللي كان الماء ديال البراج ما كيصرفوش الماء ديال البراج. سيروا شوفوا الجيدات ديالهم كيحطوا حداهم الساحلات ديال المياه المعدنية، ما عمرهم صرفوا الماء معانا حنا. كما كتشوفوا هذه وقفه ديال الشكايه ديال الناس ديال اسفي على حول المشكل ديال الماء. هذا الشيء راه فاق الحدود ديالو. غادي ندوي على جوج حويجات بعدا، غير على الجوده ديال الماء. الجوده ديال الماء دابا راه اكثر من عام وحنا كنعانيو، شحال هذه كان الماء كيكون مخوط، كنغمضوا عينينا وكنشربوا. دابا راه داك الماء تحشم انك تقضي به الحاجيات الخاصه ديالك وتوضا ولا تغسل به، راه حشومه ما يمكنش تفكر تشربه. ندوزوا لا كونتيتي والقطاع. بالنسبه شنو فيه اللي كيدير؟ والما ميمكنش، راه عينيك كتبين لك التخت مهود، التخت ميمكنش تشربو. دابا كنا حنايا في مدينة اسفي كنعانيو مع الريحة وهادشي، دابا غنعانيو حتى مع الهضم. دوز ليا لا كونتيتي ديال القطاع، هادي غير هضرة خاوية. أنا دابا يلاه جاي من صويرة، السيمانة اللي فاتت كنت في مراكش، عايشين نفس المناخ. هادوك الناس عندهم الماء وحنا ما عندناش، دونك هاد الناس هادو مسكتين علينا. وراه والله الحق راه حشومة حشومة. دابا في 2024 ولات الحقوق ديال الشباب وديال المدينة كنطالبوا بالماء. واش حنا باش نطالبوا؟ كنا بينا نطالبوا الناس البطاله تخدم، من وراها الصحه، من وراها نشوفوا الحدائق. ولينا كنطالبوا بالماء في 2024، والله الا حشومه هادشي. شوفوا من حالنا، وراه كاينين ناس كبار عندهم 80 عام 85 عام ولاو كيهزوا البيدوات وكيخرجوا يطلبوا الماء. كنتاسفوا لان وصلنا لهذه الحاله في المدينه، ونتمنى من الله بانه السيد العامل والمسؤولين يتدخلوا في هذه المساله ويحاولوا ما امكن باش يبردوا الوقت في المدينة، على أنه المسألة مسألة الماء، الماء كل شيء غادي يصبر ليه بنادم إلا الماء، وماشي في كل شيء في استطاعته باش يشري الماء وباش الناس الله يحسن عواد. المسؤولين على المياه يخرجوا ببيانات أو يخرجوا بمحاضرات أو بأيام دراسية أو أيام ثقافية في المدينة، ويوضحوا بانه ها اللي غتكون ها المرحله اللي غتمر منها المياه ديال البحر، وفي غتوصل ها النسبه اللي غتكون، وحتى الناس كتطمئن، يطمئن قلبي. ولكن الناس ما خارج ما كيعرفوش، كيقول لك على الماء ديال البحر غنشربوه، ولكن شنو هما المراحل؟ ما عندنا وزير لا وزيره، وما عندنا حتى شي واحد كيدافع على المدينه، وما عندناش عباد الله.